قبل ما نكونوا تقنيين حنا مربيين. الحمد لله ترى لترى اللاعب تاعنا كيبقى حارس ديال المنتخب وحارس ديال الوداد، هذا كيبنى ابن وشاب، نتمنى له التوفيق غلط ولا كان على صواب. الحمد لله دائما حنا توجه ديالنا وهو يكون اللاعب بيان ايديوكي ويكون سفير هو كلاعب، ولكن في ميم طون كاسكيت ديال ان بيرسون اللي يكون عنده هو ان بيرسوناليتي بوبليك، صوره شخصيه عموميه اللي نتمنى ان شاء الله ياخذوا الاطفال ولا الشباب عبره منه. والحمد لله حنا دعمناه وسندناه، وهذه بادره كيبقى اللي تعتبر الفريق كيبقى عنده داك ليسبري دو فامي ليسبري دو كوليكتيف. الحمد لله راه كما شتي دار عميد فريق، ونتمنى ان شاء الله هذه بادره ان شاء الله ياخذوها وتطور وتمشي في المستقبل مزيان. صراحه هذه البادره كانت بالاجماع باش نهزوا رياض التكناوتي من المعنويات ديالو. رياض التكناوتي حارس اللي شاب وحارس اللي عنده الامكانيات اللي غتستافد منها الكره الوطنيه والمنتخب الوطني. حنا كنظنوا القرار ديال التوقيف ديالو الا كان ارتكب شي خطا وتم التوقيف ديالو حنا مع القرارات ديال الجامعه، انا كنطلب من الجامعه باش تشوف زعما الا كان شي استئناف باش ينقصوا عليه العقوبه، لانه حارس اللي كبير وحارس اللي غادي يخدم من المصلحه الوطنيه وغادي يكون ان شاء الله في المنتخب الوطني الاول ان شاء الله. خروبي حارس هو كبير، الاخطاء تتوقع على الصعيد العالمي اللي تنتمنى انه ينسى المقابله ديال كاس العرش ويركز في باقي الصفقات، لان كما قلت لك حنا عائله، اللي ضر اي لاعب تنضروا فيه حنا جميعا.